صباح الشروق وصباح العودة وفقرات من مختلف مشاهدينا الكرام. وزي ما عارفين انه 6 يونيو بيصادف من كل عام الاحتفال بيوم الطفل الافريقي، وهو من ايام المناصرة الهامة للاطفال، واطفالهم بالتاكيد اكبادنا. نعم اكيد هم المستقبل. الزميل ناجي فاروق في واحدة من المحطات الخارجية ومعه أعتقد ضيفته الأستاذ إقبال محمد عباس رئيس جمعية أصدقاء الأسرة والطفل. ناجي صباح الخير وأهلا ومرحبا بك وبضيفتك، وكل سنة وأنتم طيبين. مرحبا أستاذ معتصم ومرحبا بكل المشاهدين. هي جزيرة توتي التي ارتدت في هذا الصباح حلة زاهية، وكما قال الشاعر التجاني يوسف بشير: يا درة حفها النيل واحتواها البر. هي استقبلت الشروق وهي يعني تستعد كذلك للاحتفاء بيوم الطفل الإفريقي، باعتبار أن أهل توتي هم مهتمون جدا بشرائح الأطفال، لذا سعداء جدا أن نكون في واحدة من الركائز التي تهتم بأنشطة الأطفال. نحن هنا الآن في ضيافة الأستاذة إقبال محمد عباس، هي ناشطة في هذا المجال. مرحبا بك، صباح الخير. أهلا، صباح النور، ومرحب بالشروق أشرقت في توتي. مرحبا بك كثير. احنا دايرينك يعني تدي خلفية للمشاهد الكريم حول يعني شنو الاحتفاء بيوم الطفل الإفريقي. يوم الطفل الإفريقي 16 يونيو من كل عام، وهذا اليوم في سنة 76 حصل انه مجموعة من الأطفال السود في جنوب أفريقيا انتهكت حقوقهم بأنهم هم طلعوا في موكب سلمي يطالبوا بأنه يكون عندهم تعليم جيد النوعية بلغتهم. فكان رد الفعل أنه انتهكوا حقوقهم بضربهم والعنف، مما أدى إلى مقتل عدد من الأطفال. فأصبح يوم 16 يونيو من كل عام ذكرى لهؤلاء الأطفال بأنه هذا هو يوم الطفل الأفريقي، فليقف كل أطفال أفريقيا لمناصرة قضايا الطفل الأفريقي عموما. هذا العام خبراء الطفولة الفارغة يختاروا أن يكون شعار هذا العام من أجل مناصرة عدالة صديقة للأطفال. يعني وأنت رئيسة جمعية الأسرة ومهتم بهذا المجال من خلال نشاطك المعهود هنا في توتي، من خلال يعني دعم الأطفال. قانون الطفل 2010، هذا القانون قال بأن عمر الطفل من عمر يوم وحتى عمر 18 سنة، لكن القانون الجنائي بياخذ الطفل على البنية الشخصية، مش كده؟ يعني بنية الشخصية. انتوا دايرين تقولوا شنو من خلال المناصرة برضو في اليوم دي؟ من خلال المناصرة نحن كناشطين أو كعاملين في مجال الطفولة ومناصرين لقضايا الطفولة، يهمنا كثير جدا أنه في إطار الشعار المرفوع ليوم غد 16 يونيو عدالة صديقة للأطفال، أن تنفذ كل المواد بالنسبة لنا في السودان وبالنسبة لأطفال أفريقيا عموما ما يخص قضايا الطفل. نموذج وأنت ذكرته أنه من العدالة أن يكون قانون الطفل هو ما لم يتخطى عمره 18 سنة. فدي صراحة قاعد تدخلنا في حاجات كثير جدا في انتهاك حقوق الطفل. نموذج برضو أنه إذا ارتكب طفل أي جانحة، أو إحنا بنعتبرها جانحة ما بنقول جريمة بالنسبة للطفل، بيتم حظره لمدة إلى أن يكمل 18 عام، وفيهم من يكون الحكم عليه بالإعدام ويكون ينتظروا إنه يتم 18 سنة عشان ينفذ فيه الإعدام. فدي أكبر مشاكل بتواجه المشكلة السودانية في قانوننا السوداني،
إنه هو فعلا في قانون بيحمي حقوق الطفل، ولكن ليس هنالك تنفيذ. والمشكلة الكبرى إنه عندنا محاكم أطفال، ولكن هذه المحاكم برضو ما بتنفذ ما هو منصوص في قانون الطفل السوداني. ندائي في هذا اليوم، وهو يوم للطفل الأفريقي وأطفالنا بيتغنوا بأنه أنا إفريقي أنا سوداني، أن يكون فعلا هنالك مناصرة وهنالك تنفيذ لعدالة صديقة للأطفال. طيب يا أستاذ إقبال، يعني من خلال كلامك ومن خلال شرحك وباعتبارك أنك يعني قريبة من هذا المجال، يعني حقوق الطفل هنا في السودان، جمعيات كثيرة جدا، منظمات كثيرة جدا هي نادت بأنه لابد الحقوق الطفل ينال كامل حقوق. يعني في مناصرة وفي مجموعة من المنظمات العاملة في مجال الطفولة، ويمكن متبنين احنا مبادرة لشركاء الطفولة، مجموعة من المنظمات. همنا وشعارنا أولا على أن نناصر قضايا الأطفال في كل المجالات، ونسعى لتحقيق حقوق الأطفال حسب المواثيق الدولية الموقع عليها الدولة وما منفذة للأسف. إذا كان ميثاق الطفل الأفريقي، ميثاق رفاهية الطفل الأفريقي، قانون الطفل السوداني، الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، فدي كلها مواثيق دولية بالإضافة لقانون الطفل 2010، قانون الطفل السوداني. في مصادقة عليها، لكن للأسف ليس هنالك أي تنفيذ. أستاذ يعني أخيرا، ونحن بكرة يوم 16 يونيو اليوم المعهود بالاحتفاء بيوم الطفل الإفريقي، يعني شنو شكل الاحتفاء بيكون؟ على حسب ما نحن ملتزمون وملزمون أطفالنا بالحظر، ما ارتضينا أبدا أن يمر هذا اليوم وما تكون في مناصرة من مجموعة من يعملون مع الطفل بإخلاص. فبحمد الله بادرت مع مجموعة من الناشطين والمجلس القومي لرعاية الطفولة ومهتمين ومختصين في العمل مع الأطفال، بأن نضع مقترح أو مبادرة لإقامة هذه الاحتفائية بنشر ثقافة حقوق الطفل والعمل على الاحتفاء باليوم الطفل الأفريقي عبر تواصل أو عبر وسائل التواصل. وبحمد الله يعني أنجز هدفنا ورفعنا فيه شعار الاحتفاء العالمي، الشعار المرفوع عالميا، معا لمناصرة عدالة صديقة للأطفال. فتمت استضافة الأخ عثمان شيبة أمين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة، وعدد من الناشطين، الأستاذ ياسر سليم ناشط في مجال حقوق الطفل، والأخت حرام شيخ الدين كإعلامية تعمل في مجال الطفولة بالتحديد. كل هؤلاء اللقاءات، وما زالت هنالك بعض القنوات إذاعية وتلفزيونية، حتبث غدا بإذن الله عبر الأثير مداخلات ولقاءات، حيكون فيها مداخلات من الأطفال. أثناء اللقاءات حتكون في مداخلات من الأطفال لأسئلة حول هذا الشعار. بحمد الله برضو كان عندنا فرصة إنه اثنين من أطفال منتدى الطفل تم معهم لقاء أونلاين مع الشبكة الأفريقية للطفولة، ويا برضو حيبث غدا بإذن الله. شكرا جزيلا أستاذ إقبال. شكرا لكم قناة الشروق، ومرحب بكم، وعهدناكم دائما في مجال الطفل
معانا في شعارنا معا من أجل الأطفال. إن شاء الله شروع مع الأطفال إن شاء الله. إن شاء الله شكرا لكم ومرحبا بكم. شكرا جزيلا. دي كانت محطتنا من خلال الحدث الكبير المنتظر يوم غد من خلال مناصرة الطفولة، من خلال أيضا يعني طفولة آمنة، وده الجهد المقدم الآن من الناشطين ومن مختلف المنظمات المعنية بهذا المجال. أعود إليكم زملاء معتصم ومنى إلى الاستوديو، على أن ألتقيكم أيضا في محطة أخرى إن شاء الله. بنشكر كثير الزميل العزيز ناجي وضيفتك، بنشكر أيضا. وحقيقة يا منى، ناجي ومحمد فتح الرحمن بيقوموا بأدوار عظيمة وكبيرة جدا من خلال برامج الشروق عموما وخاصة صباح الشروق. صحيح، احنا بنشكره على يعني هذه الإفادة الجميلة في حق الطفل والاحتفال باليوم العالمي الأفريقي. يمكن دي واحدة من الحاجات المهمة جدا، نضع أطفالنا لأنهم المستقبل.